I think there is more than one reason for that violence. First of that reasons is that we didn't find such an advance in the political process that is in relation to the advance in the military activities, whether in Baghdad or any other governorate. مرحلة فيها نوع من الفراغ يعني السياسي تقريبا يعني لأنه الحكومة الأمريكية لم تصدر يعني أو ليس أنه في هذه المرحلة أن تلتفت كثيرا للعراق أي بمعنى هناك قوة كامنة ربما تريد أن تتحرك بقوة إقليمية ربما تريد أن تتحرك في داخل العراق من أجل خلق فوضى بحسابات مصلحية إقليمية أو غير ذلك. أيضا هناك كتل سياسية عراقية كثيرة غير متفقة على سياسات داخلية وعلى الاتفاقية. بالمؤكد احنا نتوقع دائما باستمرار انه العنف ممكن ان يحدث في اي لحظه خاصه مع تحسن الوضع الامني ياس الارهاب ظهور بوادر بالبناء في هذا البلد كل هذه هي بالحقيقه تقض مراجع الارهاب تقض مراجع باقصى ما يمكن بس احنا بالمستشفى داخل المستشفى بكيت تحضرونا شوي نصور عمرك هذا اللي حدث